مسلم دينا نلقى أثنية طويلة حمرا وبيضا نلقى روحي في كل فنية معها نتعب ونبكي كرار نخليها على بي على مور شام يكون بعيد عليها كيدي معك بيت تلحدود أقل من 24 ساعة تفصلنا على ديربي العاصمة اللي باش يجمع الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي للمرة 121 وهذا باش يكون غدوة في ملعب رادس الخمسة متاع العشية. جماهير الإفريقي توجهوا منذ الفجر للليجيشي لشراء التذاكر وباش يكون من نصيبهم 22 ألف تذكرة في حين تم تخصيص 500 تذكرة فقط للترجي الرياضي التونسي بما أن النادي الإفريقي هو المستضيف. وكيف العادة الجو سخن بين الجماهير قبل انطلاق المباراة بينها. للتذكير فإن لقاءات الدربي فاز فيها الترجي الرياضي التونسي 46 مرة والنادي الإفريقي 28 مرة أما التعادلات فكان عددها 46 وتسجلت خلال المباراة 120 السابقة 253 هدف منها 143 هدف من نصيب الترجي و110 هدف من نصيب الإفريقي وغدوة من المنتظر أن المباراة باش تكون حماسية بما أن النادي الإفريقي باش يحاول يحافظ على أسبقيته المعنوية أما الترجي الرياضي التونسي فدربي غدوة هو فرصة لإثبات وجوده وكسب الثقة من جديد في لاعبين الشبان في الموسم الحالي